بس احب اتقدم بالشكر لمجلسكم الموقر على الموافقه لهذا المشروع. حقيقه احنا المشروع تمنيناه من 2018 وصار له مده، ولكن الحمد لله على البلاغ ما قصرتوا، وسعيدين جدا بالتعاون معاكم. وهذه اعتقد رغم ان المشروع طول ولكن في نهايه المطاف شاف النور، وهذه اشاده بالتجربه الديمقراطيه اللي سنها ووضعها سيدي صاحب الجلاله، ان الموضوع يدرس دراسه كفاءه مستكفاه ومستوفاه، ونصل ان شاء الله في القرار بالاغلبيه لمصلحه البحرين والاقتصاد.